مش صاحبي اخويا وا كي غندير ديما ديما بالرحمه صافي والله يرحمك بابا الله يثبتك يا سوره بابا واش كاين بابا انا اللي كنت كندي في يدي اليوم كنشوفو انا اللي كنت كندي في يدي امين يا ربي امين امين يا ربي اخويا كان كيقول لي كي غدير كي غديري مع اختك كي غديري وغنخليكم بوحدكم كي كيقول لي كي غديري مع اختك وغنخليكم بوحدكم هو مساق كي غندير كي غندير كان جالس معايا لا مالاش مالاش ابويا ابويا زريت معاك ودرت لي عليا الله يرحمك يا بابا الله يرحمك يا بابا الله يرحمك يا بابا الله يرحمك يا بابا انت وحشك يا بابا دوز معاك احسن ايام حياتي يا بابا مسامحه بابا الله يرحمك يا بابا الله يثبتك على السؤال يا بابا خليني نفصل على بابا يذكركم وتذكر كاع المواطنين عزاز عليه نكونوا جالسين راه غادي نفرخا ما تا غادي نسلم تقول بره بركه عليا راه عييتينا بالسلامات هو هكاك سبحان الله العظيم اللي فين ما كان جالس كيجيو عنده علاش ان البشاشه تسول لعباد الله وبحب تيبغي بنادم كيبغي يكون صاب يبقى مجمع مع الانسان وكنت نتمنى الله حتى حنا نكونوا بحاله ولادنا حتى هما كنطلبوا حتى هما يطلعوا بحال الاصدقاء ديالو المواطنين المغاربه راه عارفينه سبحان الله العظيم كلهم كيدعاو معاه وهذاك هو الفضل الكبير والفنان اش نقول لك الله يجازيهم بخير الحمد لله الحمد لله كاينين شي واحد اللي جا وكاين شي واحد اللي ما جاش الغيب حجته معاه هذا الوقت كما قلت لكم ونعاودها راه كل واحد هذا الوقت راه صعيبه عنده العام يعني لا جا مرحبا لا ما جاش مرحبا بحال بحال ولكن هو تيوصي تيقول لك اللي مريض يمشي يطلع عليه بنادم ولا مات يمشي نوقف الجازه علاش لان باش بقى ديك المحبه والاخوه مطراك مزيان هذا هو الطلب اللي كان تيطلب كان توعك بزاف توعك بزاف الاخيره كاع هذا النهار نهار السبت السبت كاع توعك بزاف جاوا الاطباء قال لك اودي راه حاله عنده مستعصيه خاصكم تديوه للمستشفى العسكري المستشفى العسكري مع كانت العطله ديال راس السنه عينا ما نتصلوا ما كاينش اللي يجي معنا الا نهار اثنين لا نهار ثلاث نهار ثلاث قال لك اودي خصكم ديروا واحد الرساله للديوان الملكي درنا رساله للديوان الملكي في ذاك النهار ثلاث يعني تنتسناو الاجوبه ساعه لو طون فاش يلاه باش غنمشيو ناخذوا تصريح باش غادي نهزو الدم والامانه امته وان الله وانا الى راجعون